لا زال هذه الأحزاب للأسف لن تعي الدرس أن هناك متغيرات دولية وهناك متغيرات محلية. يعني قبل 4 سنوات لم تكن هناك تشرين ولم يكن هناك ذلك الضغط الجماهيري. اليوم هناك متغير دولي واضح جدا، تقريبا الخارط الأخير هو أدان الأحزاب اللي هي الآن قاعد شكل حكومة، وهناك اتفاقية من قبل المنظومة الدولية بعدم رضا بهذه الحكومة القادمة، نقف جاي استطر. ثانيا هناك أيضا متغير داخلي كبير اللي هو عدم إشراك أو اشتراك التيار الصدري. البعض يتكلم هناك صفقات من جوة الطاولة، لكن لا أتوقع أن التيار الصدري سيشارك، لأنه كل خلينا نقول إن صح التعبير الدراسات أو كل من يقرأ الساحة السياسية العراقية هذه الحكومة لن تستمر طويلا. لماذا هذا الصراع لماذا هذا الصراع؟ حقيقة هذا الصراع هو اليوم الأداة المتبقية لهذه الأحزاب هي السلطة والمال. الأداة المتبقية لهذه الأحزاب هي السلطة والمال. ليس لديهم أي شعبية وليس لديهم أي مقبولية دولية، ويعرفوا جليا أنه هذه الحكومة قد تكون هي الحكومة الأخيرة في تشكيل هذه العملية السياسية. فالصراع هو صراع من قدر الإمكان كسب أكبر كم ممكن من المال والسلطة. عسى أن يرجعهم هذه المال والسلطة إلى الشارع، ولكن لا أتوقع مثل ما ذكر السيد من واشنطن أن هناك وعي مجتمعي أصبح يختلف عن وعي قبل 4 سنوات.